صلى عليك الله يا خير الورى، تعدد حبات الرمال وأكثر. صلى عليك الله مع غيث هما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، يا خير مبعوث. بسم الله والصلاة والسلام على خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم البنات، واش راكم؟ نتمنى راكم كامل بخير وعلى خير. قبل ما نبدا لا فيديو، نتمنى ان شاء الله اللي مازال ما اشتركش تشترك وتفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش باللايك، ربي يحفظكم. صراحه هاد لا فيديو نورمالمون راني حبطتها لكم البارح، مي عجزت عليها باسكو راني بديت نفشل، ما كاش تفاعل، ما على باليش وعلاش هاد الايامات ما كاش تفاعل كيما يلزم. انا راني نستنى يعني يزيد التفاعل ماشي ينقص. هاد الشيء راهو ياثر فيا بالبزاف صراحه، نحس روحي راني نعيا بوغيان مرات، ولا غنخمم نقول واقيلا نحبس وخلاص. يعني هادو الوصفات اللي حطيتهم معليش، ما مازيش نحط نعيي روحي بوغيان، ما كان له بكل صراحه. يعني نقول لكم واش كاين في قلبي. المهم نبداو على بركه الله في وصفتنا ان شاء الله. واش عندي هنايا؟ عندي حبيبه تاع بطاطا، بطاطا بو هنا، يعني نوري غير للمبتدئات كيفاش يديروها، باش يديروها اون فتيدي. قطعوها كامل وشلوها بطبع وقليوها، وكنصيحه مني ما تملحوهاش قبل ما تقليوها، باسكو سي دي كونسي هذيك الزيت تولي مسرطنه عافانا الله واياكم. هكذا نكمل كامل البطاطا اللي عندي، ونروح نديها نقطرها، نشلها مليح ونقطرها ونديرها نقليها عادي. فوالا، اونتخ طون نروح نوجد الحشوه ولا يعني لا فيوند داشي ولا لو بولي انا اشي. هنا عندي حبه بصل كبيره، عندي شويه فلفل اسود. نتوما تحبوا ديروا فيوند داشي، تحبوا البولي اشي، لا اسمو الشاورما اشي. هنا درت شويه تاع زيت زيتون، قيس واحد مغير فابرك ما تكثروش لي دم، وشويه تاع الملح. دوك نديها فوق النار حتى تقلى لي كامل، يعني طيبها كيما حنطيب البوراك، ومن بعد نزيد لها شويه معدنوس في الاخير. هنا تاني عندي واحد زوج حبات طوماطيش ولا ثلاثه، شللتهم بطبع رابيتهم، انا نحب نرابيهم هكا تجيني لاصوص شابه دقيق. لا فوالا، درت لها فص تاع الثوم، شويه تاع الملح، شويه تاع فلفل عكري اللي هو البابريكا، نزيد لها شويه راس الحانوت اللي هو توابل مشكله. فوالا، هكذا وندوكا نديها فوق النار ونزيد لها شويه تاع زيت الزيتون. فوالا ها هي، ونخليها تكتك هنايا. بعد ما طاب راني وريتكم بلي زدت له المعدنوس، وهذاك السلق راني طيبته على البخار يعني فورته. دوك هنا لازم نعصرو كامل من هذا الماء، نعصروه مليح 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 باش ما تجيكمش يعني لاصوص تاعكم صامطه. فوالا، ومن بعد ندخلها في هذيك لاصوص ونخليها تتجمر لي يعني على خاطرها. اونتخ طون نروح نوجد لا كريم فرماج تاعي اللي درتها اكسبريس اليوم، هاي ليك هنايا. يعني ما درتهاش كيما مال فان نضرب البيض مع الفرينه وبعد نروح ندير نسخن الحليب ونوجد زعما ديك لاباري وحدها، نو درت خديت كاسرونه، درت الفرماج تاعي اي فرماج تفضلوه وكميه اللي حبيتوها. درت مع 4 مغارف فرينه لكن ممسوحين ماشي معمرين بزاف، نتمنى ان شاء الله راه يكون واضح. ونزيد نصف لتر حليب، نبدا ندير هكا بشويه باش نحل هذوك لي كوريمو، وندير حبيبه تاعي تاع البيض. والملح ما ديروش حتى تذوقوا لا كريم تاعكم كي طيب، ذوقوها. اذا كانت مخصوصه زيدوا لها الملح، اذا كانت مليحه خلاص، باسكو دي فوا الجبن تاعنا يكون مالح. صافي كردوا بالكم في هاد النقطه هذه. فوالا، هكذا يعني ندير بالعقل بالعقل باش يتحلوا لي هذوك لي كوريمو، يعني هذوك الحبيبات تاع الطحين. فوالا دوكا نحطها فوق النار ونطيبها حتى تختار لي عادي كيما نطيبوا لا بيشاميل، لا ميم شوز. فوالا، نولي للمقله تاعي ونزيد لها هذوك لي فخيت بعد ما قليتهم وقطرتهم درتهم في الورق الماس، نديرهم تاني كيف كيف يتخلطوا كامل مع بعض مع هذيك الصلصه.
وبعد نجي البلاطو تاعي اللي يدخل للفوق، انا ما دهنتوش باسكو ما يلصقش، نتوما يلصق دهنوا شويه بلا مارغرين فوالا. ونخرج ندير الخليط تاعي ونسوي الطبقه، وهذه هي اللي قلت لكم اتوحشتها اللي هي لي فريت. لي فريت انا ما نقدرش ناكلهم باسكو راهم ممنوع عليا القليان، يخلي تبعوني راهم عارفين هذا يعني، واللي دخلوا جدد راني نقول لهم لاني عندي حجره في المراره، ربي يشفيني ويشفي كل مريض يا ربي العالمين. فوالا الحمد لله على كل حال. سي بوغ سا ولا غتوحش لي فخيت ما نكذبش عليكم، مي لازم نصبر. هذه هي المهم، انا مرضت صراحه ما غما ناكلش، واش نطيب حاجه اللي فيها لو غرا كامل مانيش ندور بها، المهم ما يجينيش السطر وخلاص. هنا يست هذيك لا فيون داشي، ولا قلت لكم انا درت بولي، زيدها هكذا كطبقه ثانيه. دوكا نزيدو طبقه ثالثه تاع كريمه الجبن. فوالا انا نحب كريمه الجبن يعني احسن من لا بيشاميل، باسكو لا بيشاميل تجي فيها لا مارغرين، يعني هذه تبان لي صحيه احسن منها. فوالا واللي تحب دير ريجيم يعني دايت، تنحي هذوك لي فخيت، تقدر تستعمل غير السلق ولا فيونداشي تاعها ولا لو بولي اشي تاعها. فوالا ولا تقدروا تفوروا البطاطا، يعني هي بصراحه هي بالبطاطا المقليه اللي تجي بنينه اكثر واكثر، هذه حاجه باينه. مين اللي ما تحبش يعني باش ما تسمعش يتو دير واش راني نقولها هكذا، وندخلها تغراتينا على 180 درجه حتى نشوفها احمرت لي ونخرجها. هاد لو غراتان يجي ما شاء الله ما يجيش ناشف، يعني ما يحبوش حاجه ناشفه، هذا ما يجيش ناشف ابدا، يجي هايل. وهاوليك هنايا معكم شوفوا راهي باينه الشقه على حوايجها كيما يقولوا. فوالا نتمنى ان شاء الله اذا عجبتكم لا فيديو حنوناتي بارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء هكا باش تكبر القناه ونكمل معكم باذن الله. يعني هكذا نزيد نتحفز كي نشوف لا شين راهي تكبر وكاين مشاهدين، يعني نزيد نتحفز اكثر واكثر. هذه هي لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. نقول لكم حوريه، تحبكم وتموت عليكم، اتهلاو في روحكم وفي صحيحتكم وفي اللي عزاز عليكم. سلام، في أمان الله وحفظه.